ننتقل إلى خبر جديد عن الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متحداً مع الفن. هذا ما تعمل عليه الفنانة السعودية أمان الزهراني التي تدمج ما بين فنها والعمليات التقنية لصناعة لوحات ثلاثية الأبعاد. الزهراني طورت مفهوم الرسم والتصوير في جامعة الطائف التي تعمل فيها كمدرسة بكلية التصاميم والفنون التطبيقية عبر إدخال أدوات أكثر حداثة مستهدفة تسخير أدوات لمصلحة الفن الذي تسعى لتطوير أدواته.